السلام عليكم. السلام الرحمن الرحيم. أستاذ الحق بوكاري رئيس فدراسة الوطنية لجمعية الآباء. كما عشنا في هذه اللحظات هذه المسألة اللي كتشوفوا على أن راه مسألة لا سلام الصحة. الحمد لله الولاد راه دخلوا الأقسام ديالهم كيقراوا الأساتذة في الأقسام ديالهم بس تجي الطبيعية. السيد حسن القرش من أحسن الطيب السادة المدير اللي عندنا بمسيك وذو كفاءة معرفية وعلمية يعني لا يستهان بها. وسيد حسن راه مر تقريبا واحد العقدين من الزمن في المؤسسه راه لم نسبق لان لاحظنا عليه شان مثل هذا الشيء. هذه سحابه عابره كما كنقولوا وكما كيقول سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه الفتنه نائمه لعن الله من اقدار. وكنتمنى من الاباء والامهات انهم يعني ياخذوا هذه المسائل بشكل عادي. راه ما كاين حتى شي حاجه تذكر. سي حسن راه كما قلت لكم راه كيجري المؤسسه وكان معنا في الاجتماع اليوم في المديريه في اطار تحدي القراءه وكان كيستشر مع الاباء ومع التلاميذ باش ياخذ واحد المجموعه ديال التلاميذ والتلميذات باش يشاركوا في المسابقه ديال تحدي القراءه. فما كما قلت لك الفتنه نائمه لعن الله من اقدها. سي حسن راه معروف اللي بكفاءة العلميه والاخلاقيه والسلوكيه المتميزه. مع عقلي من الزمان تقريبا. اشتغل بجديه بتفاني باخلاص. السيد راه كيكون بعيد على المدرسه كيجي مع 8 الصباح ما كيمشي حتى 7 ديال العشيه عاد كيمشي. وهذا يعني اقل ما نقولوا فيه وجزاك الله خير اخي سيدي حسن. الله يهديهم كما قلت لك الله يهدي الناس. راه لابد شوف الناس بحال الارض في الحجر الطوب كاين اللي كيعاكيد وي كاين اللي كذا ولكن الله يهدي الناس يديروا هذه الله يهديهم وصافي الله يهديهم كاملين ان شاء الله. شي حاجه خايبه ردوه البوليس ولكن باقي ما جاش شي تحقيق وشي حاجه اللي غتثبت بان فعلا البنت مقيوسه ولا الطب الشرعي عطى كلمته مازال ما شفنا حتى شي حاجه. باقي لحد الساعه كاينين بزاف المغالطات وبنادم ملي كطيح البقره كيقوى وجناويها عقب اوتوماتيكمون. راه حنا كامهات راه غنديروا عريضه وغيتعاقب الا ما تبات شي حاجه راه خاص رد الاعتبار راه خاص تشوف هذيك الساعه كيفاش غيديروا عند البوليس. عند البوليس هادشي اللي تم الاعتقال ديالو. كنشهد به على ان الاستاذ رجل نزيه ذو اخلاق عاليه منفتح على الوسط منفتح على الاساتذه الاطر التربويه كل شيء كيشكروا. يمكن لكم تسولوهم سولوا الاساتذه سولوا الاباء. انا الراجل ماشي ديال هذا الشيء بكل صراحه. لسنا ندري ما الذي وقع ولكن الرجل نشهد له بالنزاهه والكفاءه. فيما يخص التجمع اللي كيبان لكم التجمع راه ماشي دليل على ان راه السيد داير ولا ما دايرش. التجمع راه ساهل باش الوسط ديالنا حنا كتكون حادثه بسيطه وكيتجمعوا فيها
اكثر من 1000 ديال البشر على والو، على على بشكليطه ضربات دري ولا شي حاجه. دابا الناس ملي كيشوفوا التجمع كيقولوا راه ما عرفتش شنو واقع، والتحقيق راه واخد المجرى ديالو وراه غادي تبان الحقيقه، وغادي تبان الحقيقه. وديك الساعه، ديك الساعه كل واحد غادي يدي المعلومه الصحيحه. نعرف عليه النزاهه والكفاءه، وراجل ذو اخلاق عاليه وراجل طيب، ويستحيل هذا الشيء اللي كيتهموه به يتنسب ليه. لماذا؟ اولا الرجل مقبل على التقاعد، لو كانت شي حاجه من هذا القبيل كان ممكن يدير في عيش شبابه. دابا الراجل راه كهل غادي يخرج، واش ما فهمتش؟ واش كاين شي واحد باقى لي 3 شهور ويخرج تقاعد وكانت حياته نظيفه ويدير بحال هاد الممارسات؟ ما لا اعتقد، لا اعتقد هناك شيء ما. وإلا تبت يعني إلا تبت مثلا، وعلاش نقول ولا تبت؟ ونقولوا ولا ونقولوا ولا طلع بريء من هادشي كامل. علاش غنقول ولا تبت؟ قرينة البراءة راه كاينة، وفي الغالب غيكون بارد. عنده شي مشكل، عند ممكن ممكن تكون تصفية حسابات. إلا كان شي مشكل راه غيكون عارفه هو، وغادي يعرف شكون صاحب دعوته كما كنقولوا بالدارجة. ما حنا ما عارفينش، وحتى العلاس راه قادروا يتسبوا في شي حاجة أكبر من هادشي. أنت ما عارفش، راه وحدة كتقول وحدة، وحدة كتقول وحدة، والخبر كيتطور وكيتزاد كما ذاك مول البيضة. تا ولات 40 بيضة راه بحال ما كان اللي طاري شي، كيعاود وكيكمل من عنده، كيوظف الذات ديالو وكيزيد الافكار ديالو هو، والقضية كتكبر وكتولي ما بين مؤيدين ومعارض. لعنوا الشيطان وسيروا تسناو حتى تبان الحقيقة. ياك جاو البوليس كيديروا خدمتهم، ايوا انتظروا، لاش هاد الجوقة كاملة. تحية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.